أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي وديعة في البنك تدر نعم. يقول أحسن الله إليكم: لدي وديعة في البنك تدر علي فائدة، ولكنني لا أستخدم هذه الفائدة حتى الآن، فما هي الطريقة الشرعية للتصرف في هذه الفائدة؟ الفائدة إن كانت ربوية فهذا ما هو بدر، هذا شر. أما إن كانت الفائدة ما هي بربوية وإنما هي من بيع وشراء وكسب حلال فلا بأس، هي لك. أما إن كانت من ربا، والغالب على البنوك أنها تستثمر بالربا، فلا تأخذها، لا تأخذها ولا تتمول، هذا ربا، خذ رأس مالك يكفي. نعم.